بونجور، ازيكم؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم. النهارده هنعمل ريفيزيون فينال بتاعت ليله الاكزامان للتريجو. تعالوا نبتدي يلا بسرعه. لو معايا سينوس سيتا بلس كوزانوس سيتا على بويسانس 2 موان 2 سينوس سيتا كوزانوس سيتا، هبتدي اعمل ايه؟ انا عندي بارونتيز عليه بويسانس 2، يبقى ينفع افكه. كاري بارفي تبقى دي سينوس او كاري سيتا، البريمي او كاري، الدوزيام او كاري بلس كوزانوس او كاري سيتا، في النص السيني تنزل البريمي فوا دوزيام فوا 2، يبقى 2 سينوس سيتا كوزانوس سيتا. ومعايا هنا موان 2 سينوس سيتا كوزانوس سيتا، معايا 2 وموان 2 لنفس الحاجة، يبقى الاتنين راحوا مع بعض، يبقى فضل سينوس سيتا بلس كوزانوس سيتا تديني 1. واحدة كمان، لو انا معايا سينوس 90 موان سيتا فوا كوزك 90 موان سيتا، اعمل ايه في دي؟ طبعا انا عارفه في ناس كتير هتقول الكوزاك الانفرس بتاع السينوس ونشقلبها، تمام، او نعمل الكاتروفنديس ونشقلب السينوس تبقى كوزانوس ونشوف الانجل في انه كوادران، كله تمام. بس احنا واخدين بالنا ان سينوس وكوزاك دول الانفرس بتاع بعض ولنفس الانجل. مدام سينوس فوا الكوزاك اللي هو كانه انسيوس سينوس، يبقى راحوا مع بعض، يبقى دي هتديني في الاخر طيب لو انا عندي 3 تانجنت سيتا فوا كوتانجنت سيتا بلس 2 سينوس سيتا كوزاك سيتا بلس كوزانوس سيتا في سيكونت سيتا، تعالوا كده نفككها سوا. 3 تانجنت هسيبها زي ما هي فوا كوتانجنت يعني 1 سور تانجنت سيتا بلس 2 سينوس سيتا كوزاك يعني 1 سور سينوس سيتا plus cosinus theta fois secant 1 sur cosinus theta. ممكن اعمل simplify le tangent مع tangent، le sinus مع sinus، وال cosinus مع ال cosinus. مادام حاجات فوق بعض عادي بشطب فوق وتحت، حاجات plus بعض مينفعش اخد وعدي ال plus، تمام. شطبت دول فبقت هنا 3 fois 1 plus 2 من هنا 2 fois 1 plus من هنا ادتني 1، كل ده هيطلع إيجال 6 في الآخر. طيب لو أنا عندي A B C D إتام P G M، أدي P G M A B C D، عايز كوزينوس A plus كوزينوس B plus كوزينوس C plus كوزينوس D. أنا أعرف إن أنجلات ال P G M ال opposé قد بعض، طب واللي مش اوبوزي يعني الادجسان اللي جنب بعض لور سوم 180 او سوبليمونتير. يعني لو انا معايا سي اعرف اجيب بي بان انا اقول 180 موان بي، صح كده؟ تمام. طب لو انا عايز اجيب كوزانوس 180 موان بي، سوري 180 موان سي، اجيب بي يبقى 180 موان سي. يعني انا كاني دلوقتي بجيب كوزانوس بي فبقول ان هو كوزانوس 180 موان سي، 180 مش بتغير حاجه فتفضل كوزانوس سي. لو فاكرين هنزل لكم ورقه القوانين مع الفيديو كمان ومع الورق بتاع الريمارك بتاع الفيش بتاع الريفيزيون نفسه، تمام. فبقت كوزانوس سي 180 موان سي، يعني انا في دوزيام كوادران، فتبقى دي بالموان لانه مش مكان الكوزانوس. يبقى تعالوا نبص بقى تاني معانا، وبالمثل نفس القصة مع الناحية التانية، يعني دي تمام هجيبها بنفس الطريقة فهتطلع موين كوزانيوس دي. فما اجي عند هنا هعوض اكتب عندها موين كوزانيوس دي بلس البي، هكتب عندها موين كوزانيوس سي بلس كوزانيوس سي بلس كوزانيوس دي، تمام. ادي كوزانيوس دي راحت مع موين كوزانيوس دي، وموين كوزانيوس سي مع كوزانيوس سي، يبقى اداني ايه؟ زيرو. لو انا عندي سينوس سيتا موان كوزانوس سيتا ايجال 4 سور 5، وعايزه سينوس سيتا فوا كوزانوس سيتا، دي ملهاش علاقه بدي، بس واضح ان دول فوا بعض ودول ملهمش علاقه ببعض خالص. فاسلم طريقه ان انا اروح عامله اوكاري هنا واوكاري هنا، دي هتبقى سينوس اوكاري سيتا زي ما فكناها من شويه، كاري بارفي الاولاني اوكاري بلس الثاني او كاري، في النص موان ده فوا ده فوا 2، يبقى 2 سينوس سيتا كوزانوس سيتا، كل ده ايجال 16/25. تعالوا نشوف كده سينوس اوكاري سيتا بلس كوزينوس اوكاري سيتا، مش يدنو يعني ام موان 2 سينوس سيتا كوزينوس سيتا، كل ده ايجال 16/25.
طيب انا عايزه امشي الان، الان يروح بالموان، يبقى موان دو سينوس سيتا كوزينوس سيتا هتدي 16 سور 25 موان 1 يعني موان 9 سور 25. هشيل الموان مع الموان، يبقى دو سينوس سيتا كوزينوس سيتا بتساوي 9 على 25، يبقى سينوس سيتا كوزينوس سيتا بس هتساوي 9 على 25 ديفيزي بار 2 يعني تطلع 9 على 50. طيب لو انا عندي تانجنت سيتا اتجاهها 3 وانا عايزه اجيب سيكونت اوكاري سيتا بكام؟ طيب ما هو انا عندي تانجنت سيتا ب 3، انا اقدر اجيبها من القانون بتاع ان انا اعملها اوكاري، عشان سيكونت اوكاري سيتا دي بتساوي تانجنت اوكاري سيتا بلس 1، يعني اقدر اقول يعني 3 اوكاري بلس 1 ستجاهها 10. طب لو انا عندي 3 سينوس سيتا بلس 4 كوزينوس سيتا ايجال 5 وعايزة 3 كوزينوس سيتا موان 4 سينوس سيتا ايجال كام؟ خلي بالكم معي شكلهم مش شبه بعض، او يعني في شبه بس ال 3 كوزينوس هنا، ال 3 في السينوس هنا، 4 كوزينوس هنا، 4 في السينوس، ودي بلس ودي موان، ففي حاجات كتير مختلفة. ما الاقي الدنيا كده وانا مش عارفه اتصرف اعمل كله اوكاري، ده اوكاري ده اوكاري وهعمل ده كمان اوكاري، ولو ليه ريبونس اللي انا مش عارفاها اقولها مثلا اكس هعملها برضو اوكاري. تعالوا نشوف هنفك ازاي. ده اوكاري اولاني اوكاري، خلي بالكم مش السينوس بس اللي تاخد الكاري، الرقم كمان يعني نف سينوس اوكاري سيتا ورا هنا تبقى ساز 4 اوكاري ساز كوزينوس اوكاري سيتا في النص بلس 3 فوا 4 12 في 2 24 سينوس سيتا كوزينوس سيتا، كل ده اتجال 5 اوكاري يعني 25. نيجي نفك ده، 3 اوكاري هتبقى 9 كوزينوس اوكاري سيتا، و 4 اوكاري تبقى 16 سينوس اوكاري سيتا، في النص سيني موان 3 فوا 4 12 في 2 24 يبقى 24 سينوس سيتا كوزينوس سيتا، كل ده انا قلت ايجال ايه اكس او كاري. تعالوا نجمع الدوز اكواسيون دول مع بعض، يعني ايه هنجمعهم كلهم مع بعض، بس قبل ما اجمعهم ده بلس 24 وده موان 24 راحوا مع بعض. طب نفس سينوس او كاري سيتا وساس سينوس او كاري سيتا يبقوا 25 سينوس او كاري سيتا بلس ساس كوزينوس او كاري سيتا ونف كوزينوس او كاري سيتا يبقوا 25 كوزينوس او كاري سيتا، كل ده ايجال 25 بلس اكس او كاري. طيب تعالوا نجرب كده، دي 25 ودي 25 وانا عارفه ان السينوس اوكاري والكوزينوس اوكاري يدوا 1، فلو خدت 25 فاكتور كومان اديتني سينوس اوكاري سيتا بلس كوزينوس اوكاري سيتا، كل ده اتجاهها 25 بلس اكس او كاري. خلي بالكوا دي 25 فوا 1 ايجال 25 بلس اكس او كاري، انا عارفه كل الناس هتقول يبقى اكس او كاري ايجال 1، غلط، لان 25 فوا 1 ب 25 ايجال 25 بلس اكس او كاري، خلي بالكوا دول فوا دي بلس، فلما اجي كده هدخل 25 يبقى 25 موان 25 بزيرو يعني اكس بزيرو اكس كاري بزيرو ومنها اكس هتكون بزيرو. تمام. طيب تعالوا ناخد واحده كمان، لو معايا دلوقتي كوزاك سيتا اتج موان 1 سور تانجنت سيتا اتجال 1 سور 5 ومعايا كوتانجنت سيتا بلس 1 سور سينوس سيتا، عايزة اعرف هتديني كام. كوزاك سيتا موان 1 سور تانجنت سيتا. طيب 1 سور تانجنت دي انا ممكن اغيرها، انا ممكن اخليها كوتانجنت. طب تعالوا نجرب، يعني كوزاك سيتا موان كوتانجنت سيتا كل ده ايجال ايه 1 سور 5. طيب والناحية التانية انا عندي ايه؟ انا عندي كوتانجنت سيتا بلس ان سور سينوس يعني ايه؟ يعني كوزاك سيتا، صح؟ واخدين بالكم من الاتنين دول؟ مش الاتنين دول شبه بعض، واحدة موان واحدة بلس بالظبط، يعني انا لو جبت دول عكستهم بقت كوزاك بلس كوتانجنت، بصوا كوزاك سيتا بلس كوتانجنت سيتا دي ودي، شايفين؟ شبه بعض بالظبط بس اختلاف بلس وموان. هو احنا لما كنا بنعمل دو بارونتاز في بعض مش كانوا بيدوا اوكاري واوكاري؟ تعالوا كده، يعني انا لو عملت كوزاك اوكاري كوزاك سيتا
موين كوتانجنت سيتا عملتها فوا كوزيك سيتا بلس كوتانجنت سيتا. مش المفروض دول شبه بعض يبقى البريمي في البريمي او البريمي وكاري كوزيك في كوزيك تبقى كوزيك وكاري سيتا؟ تمام. وكوتانجنت في كوتانجنت يبقى موين كوتانجنت وكاري سيتا. والمفروض ان انا عارفة ان كوزيك وكاري سيتا موين كوتانجنت وكاري سيتا دي بتدي كام؟ بتدي 1. اوكي يعني انا كنت عارفة ان ده انسين كام، فانسين كام فوا كومبيان ده يديني في الاخر 1، فهودي الانسين كام بالديفيزي، او انا عارفة انها فوا الانفرس، بس طبعا انا عارفة انكو مش هتعملوا ده، يبقى ان ديفيزي انسين كام هتطلع دي ب 5، يبقى كوزي كوتانجنت بلس ان سور سينوس طلعت بكام؟ ب 5. سينوس سيتا سور كوزيك سيتا plus cosinus theta sur secant theta. عايزة احسب دي، دي sinus sur cosec. يعني ايه sur cosec؟ كأنها لو انا خبيت دي 1 sur cosec يعني sinus، فاقدر اقول هنا sinus theta فوا sinus theta، ونفس الكلام الناحية التانية كأن دي 1 sur secant يبقى cosinus theta فوا cosinus theta، فبقت sinus اوكاري theta plus cosinus اوكاري theta، وكل ده اداني في الاخر. طيب لو انا جيت قلت انا معايا 3 سور 1 بلس تانجنت او كاري سيتا بلس 3 سينوس او كاري سيتا، عايزه احل دي، دي 3 سور 1 بلس تانجنت يعني 1 سور 1 بلس تانجنت او كاري تدي سيكونت او كاري. طيب وهنا بلس 3 سينوس او كاري سيتا. طيب هي دي لو انا خبيت 3 ان سور سيكونت مش كوزينوس، يبقى 3 كوزينوس او كاري سيتا بلس 3 سينوس او كاري سيتا، يبقى اقدر اخد ال 3 فاكتور كومن بره ويفضل سينوس او كاري، سوري باردون، كوزينوس او كاري سيتا بلس سينوس او كاري سيتا، يعني دول بقى يبقى 3 فوا 1 مدان 3. طيب لو انا معايا حاجه زي كده سينوس اكس في كوزينوس اكس في تانجنت اكس بلس سينوس اكس في كوزينوس اكس في كوزينوس اكس على سينوس اكس في سيكونت اكس، كلهم شكلهم ما يتفكوش، لكن انا هحاول ادور على اللي يخدمني في مسالتي. يعني التانجنت لما بتتفك بتبقى سينوس على كوزينوس، وانا عندي سينوس على كوزينوس، فهحاول يبقى سينوس اكس في كوزينوس اكس في سينوس على كوزينوس اللي هي فك التانجنت. تمام تمام. بلس هنا سينوس اكس في كوزينوس اكس، والكوتانجنت عباره عن كوزينوس اكس على سينوس اكس. تمام. كل ده سور سينوس اكس فوا سيكونت اكس، يعني سينوس اكس فوا السيكونت دي 1 على كوزينوس اكس، صح كده؟ تمام جميل. تعالوا نشيل الكوزينوس مع الكوزينوس ونشيل السينوس مع السينوس، يبقى فوق فضل سينوس اوكاري، سينوس في سينوس، سينوس اوكاري، كوزينوس في كوزينوس، كوزينوس اوكاري، يعني كل اللي فوق ده بكام؟ ب 1 سور سينوس في 1 بسينوس، سينوس على كوزينوس تدي تانجنت اكس، يعني 1 على تانجنت اكس تديني ايه في الاخر؟ كوتانجنت ايه؟ اكس. نمشي مع البروبلم حته حته وبلاش شكلها يخضنا، هنلاقي الدنيا سهله. طيب هنا دخل لي بقى الديترمينان مع الفانكسيون تريجونومتريك، دخل لي الحاجات دي في بعض. طب اعمل ايه؟ تعالوا نفتكر كده شويه الالجبر قبل ما نراجعه. لو عندي ديترمينان وعندي 3 في الركنه كده عاملين تريانجل زيروتيك هنا او هنا، يعني لو دول 3 زيروهات او دول 3 زيروهات اللي هم الارقام اللي فوق الدياجونال برينسيبال، ده الدياجونال برينسيبال، الارقام اللي فوقيه او اللي تحتيه لو كلهم زيرو، يبقى انا من حقي اعمل ده وده وده على طول. ا سينوس اكس فوا ا كوزينوس اكس فوا ا تانجنت اكس، اف اف ا بقى ا كوب، وسينوس اكس في كوزينوس اكس في التانجنت انا ممكن افكها سينوس على كوزينوس، هشيل الكوزينوس مع الكوزينوس يبقى ا كوب سينوس او كاري، سينوس في سينوس بسينوس او كاري اكس. بس ده بيقول لي انها بتساوي الكلام ده، تعالوا ناخده كده ونشوف مع بعض. A كوب سينوس او كاري اكس ده اللي انا طلعته، وهو بيقول انها موان A كوب كوزينوس او كاري اكس بلس سويت. طيب اعمل ايه هنا دلوقتي؟
انا عايزه اشتغل عليها، مش هينفع اشيل الاكيوب مع الاكيوب عشان في بلوس هنا، خلي بالكم. فانا هجيب دي الناحيه دي عشان دي فيها اكيوب ودي فيها اكيوب، فهجمعهم مع بعض، يبقى اكيوب سينوس او كاري اكس بلس اكيوب كوزينوس او كاري اكس اتجالويت. طب ما في اكيوب متكرره، ينفع اخدها بره، سينوس او كاري اكس بلس كوزينوس او كاري اكس كل ده اتجال ا ويت. طب ما دول بقى تمام، يعني ا كوب فوا ان بقى كوب اتجال ويت، يبقى ال ا ايجال راسين كوبيك الويت يعني ميدون دو. طب لو انا معايا ديترمينون تاني، في هنا سينوس 5 ا موين كوزينوس 5 ا وكوزينوس 5 ا وسينوس 5 ا. ديترمينون كنا بنحله ازاي؟ كنا بنعمل ده فوا ده موين ده فوا ده، يعني سينوس 5 ا في سينوس 5 ا تبقى سينوس او كاري 5 ا موان، وبعد كده موين كوزينوس 5 ا في كوزينوس 5 ا يعني موين تاني كوزينوس او كاري 5 ا. طب ما هي موان في موان ممكن اقلبها بلس، اوكي. طب وسينوس او كاري 5 ا وكوزينوس او كاري 5 ا ما هو نفس الانجل، كأن ده سيتا وده سيتا، مش مهم 5 ا 3 ا مش مشكلتنا، المهم انه نفس الانجل، فتبقى تديني في الاخر ايه؟ معايا سيكونت سيتا بتساوي ام بلس ان، تانجنت سيتا بتساوي ام مو ان، وهو عايز مني ان سور ويت ام ان. طيب مبدئيا هنا عندي ام فوا ان، فالاتنين هيبقوا فوا بعض. كمان انا عندي حاجات مش هعرف اعمل فيها حاجه، لكن لو عملت اوكاري هجيب حاجات موجوده في قوانين، فهاخد دي كلها اعملها اوكاري. ده اوكاري ودول اوكاري، ده اوكاري ودول اوكاري. تعالوا ناخد دي الاول، يبقى سيكونت او كاري سيتا هتساوي ام او كاري الاولاني او كاري بلس ان او كاري في النص بلس ام في ان في دو دو ام ان. طيب هنا تانجنت او كاري سيتا هتساوي ام او كاري ورا ان او كاري وفي النص موين دو ام ان. تعالوا بقى نجمعهم مع بعض، انا عندي الناحيه دي سيكونت او كاري سيتا بلس تانجنت او كاري سيتا هيديني إيجال الكلام ده كله ام او كاري بلس دو ام ان بلس ان او كاري. انا عايزة اعمل، خلي بالكو احنا المفروض نعملهم موان بعض. ليه موان بعض؟ لانه القانون عندي بيقول ان بلس تانجنت او كاري سيتا يساوي سيكونت او كاري سيتا، فانا لو عايزة يطلع لي ان في الاخر هودي ده بالموان، يبقى سيكونت موان تانجنت. فانا هعمل هنا موان وهعمل هنا موان موا واحط دول في بارونتيز وغير السينيات، او انا بنقل على طول اغير، يبقى موا ام او كاري بلس دو ام ان وموا ان او كاري. موا ان او كاري راحت مع بلس ان او كاري، و ام او كاري راحت مع موا ام او كاري، فضل دو ام ان ودو ام ان ما يروحوش مع بعض لان الاثنين بوزيتيف، يبقى 4 ام ان. تمام، كل ده اتجال ا لان دي طلعت ا، يبقى ام فوا ان اتجال ا ديفيزي بار 4. هو كان عايز 1 سور 8 ام ان، يعني 1 سور 8 فوا ان كار هتبقى 1 سور 2. تمام كده، جميل. طيب تعالوا نشوف واحده كمان، بيقول لي لو عندي كوزينوس سيتا اتجاله 1 وعايز مني السوليوشن جنرال بتاعتها، انا عشان اجيب سوليوشن جنرال بتاع كوزينوس سيتا ايجال انا بعمل اول شيفت كوزينوس، فدي بتطلع لي انجل بزيرو. مين تاني بيطلع لي ال 360؟ فبعد لفه كامله طلعت لي تاني زيرو. يعني ايه بعد لفه كامله؟ بعد ما زودت 2 بي، مش ال 360 دي 2 بي، بس ينفع 360 بس، ما انا يمكن ازود كذا لفه. فبقول له بالظبط كالاتي، هي عباره عن الزيرو ده الانجل اللي طلع لي بلس 2 بي اي عدد من المرات، بس الزيرو مش هيتكتب، فهقول على طول الانسامبل سوليوشن بتاعها 2 بي ان. طيب لو انا معايا كوزينوس سيتا اتجاله دومي، وبيقول لي ان سيتا ابارتيان في بي ل 3 بي سور 2، وعايز سيتا بكام؟ كوزينوس سيتا بدومي لو عملنا شيفت كوزينوس على الكالكيوليتريس هيطلع لنا تقريبا 60. طيب 60 دي يعني في برومي كادران، هو بيقول هنا في ترازيوم كادران،
في ناس هتقولي نعملها بلوس 180. اه بس خلي بالكم من حاجة، انه كذا نيوز هنا لازم تكون نيجاتيف، يعني انتوا الانجل اللي هتجيبوه هتعملوا 60 بلوس 180، فهتبقى 240. اه 240 موجودة في ترازيوم كادرون، بس لو جينا نعملها كوزانوس هتطلع بالموان، عشان هو لازم هنا الكوزانوس تكون نيجاتيف. فلما هو يقول لي كوزانوس بوزيتيف، ده معناها ان الكلام ده مش موجود، وان الثيتا دي انديفيني غير معروفة، مفيش ثيتا، مفيش فالور للثيتا في ترازيوم كادرون تديني الفالور بتاعتها بوزيتيف بتاعت الكوزانوس. طيب لو جيت تاني كا اتجال كاتر سينوس تروز اكس، كا ايجال كاتر سينوس تروز اكس موين سينك. الكيستيون ده داخل فيه جزء من الترم الاولاني. الترم الاولاني كنا بناخد انه الفونكسيون سينوس والفونكسيون كوزانوس اكبر فالور ليهم 1 واصغر فالور ليهم موان 1، فلازم يكونوا في دماغنا انه احنا ما بين الان والموان 1. فاكبر فالور هو عايز الكا موجوده في انه انترفال، يعني من اصغر رقم لاكبر رقم. اكبر فالور لدي هتكون 1 واصغر فالور هتكون موان 1. تعالوا نعوض بالان كده، 4 فوا 1 موان 5 هتديني موان 1. طب لو عوضت بالموان 4 فوا موان 1 موان 5 هتديني موان 9. يبقى اكبر فالور للكا موان 1 واصغر فالور موان 9، وهلاقيها معموله كده في انترفال موان 1 لحد النف. تمام. تعالوا نشوف واحدة كمان. يقولي ensemble solution de sinus x plus cosinus x est égal à 0. sinus x plus cosinus x égale 0. 180 plus petit que x plus petit que 360. وعايزني اجيب ليها valeur. ركزوا معانا هعمل ايه كويس قوي. انا هقول اول حاجة هودي cosinus هناك، يبقى sinus x est égal à moins cosinus x. طب هي مش موان كوزانوس اكس دي معناها موان ان فوا كوزانوس اكس؟ اه يعني انا ممكن اجيب الكوزانوس اكس دلوقتي بالديفيزي. تعالوا كده نجرب، يبقى سينوس اكس ديفيزي كوزانوس اكس اتجالا موان ان. سينوس سور كوزانوس تديني ايه؟ تديني تانجانت اكس، كل ده ايجال موان ان. هعمل شيفت تانجانت للموان ان او للان ايا كان اللي يعجبكو، بس انا عايزاها في كاتريوم كادران. انا ممكن اعمل شيفت تانجانت للان هتطلع 45، اقول انا في كاتريوم كادران، يعني انا هنا بين الابسيس وبين الخط ال 45، يبقى اقدر اجيبها من هنا ان انا اقول 360 موين 45، او انها تطلع لي موين 45 وانا ازود عليها 360 فتبقى اتجال ا 315. تمام، يبقى كده طلعت الفالور بتاعتي 315. لو جه قال لي سينوس A plus سينوس B اتجال 2، سينوس A plus سينوس B اتجال 2، وعايز مني بيسألني على الجمل اللي هكتبها لكم دلوقتي. كوزينوس A plus كوزينوس B اتجال 0، ولا كوزينوس A موين كوزينوس B اتجال 0، ولا كوزينوس A موين سينوس ب اتجال 1، ولا سينوس A بلس ب اتجال موان 1. هنا كده احنا قلنا انه اكبر فالور ممكن تبقى للسينوس 1، ودول 2 يبقى اكيد دي 1 ودي 1، ما ينفعش واحدة تكون دمي والتانية تكون 1 دمي، هما دي اكتر فالور ينفع تنفع لها. فلو دي ا ودي ا يعني الدو زونجل دول قد بعض، الاول بي يبقى اكيد كوزينوس ا موين كوزينوس بي هتدينا 0، وهي دي الوحيده اللي هتنفع. بصوا برضو باقي الاجابات تاني وقارنوها هتفهموني اكتر. طب بيقول لو انا عندي سينوس اوكاري ا بلس كوزينوس اوكاري بي اتجال 1، عايز نوع التريانجل ده تريانجل ايه؟ ما هم دول مادام بلوس بعض ادوا ان يبقوا الانجلين دول قد بعض، لان كان الشرط ان الانجلين يبقوا قد بعض، فكده الانجلين قد بعض، ومادام تريانجل عنده انجلين قد بعض يبقى ده تريانجل ايه؟ ايزوسيل. طب لو انا بقول انا عندي دو سينوس سيتا موان راسين دو تروا اتجال 0، والسيتا ما بين ال 90 لل 360، عايزه اعرف ايه الحلول بتاعتي. هودي راسين تروا هناك، يبقى دو سينوس سيتا ايجال راسين تروا، يعني سينوس سيتا اتجال راسين 3 سور 2. هعمل شيفت سينوس للنمبر ده، هيطلع لي سيتا ب 60. طبعا سيتا ب 60 دي في الكوادران الاولاني انا مش عايزاها، بس خلي بالكوا السيتا بوزيتيف السينوس بوزيتيف، فده ممكن يكون في البريمير او في الترازيام، عشان اجيبه في الترازيام اعمله بلس سونك، اعمله
باردون، ممكن تكون في البريمير او في الدوزيام، فعشان اجيبه في الدوزيام ال 60 هعمل 180 موان 60 هتطلع 120، او لو انا ما بعرفش اعمل مين موان مين هيجي كده. هي في الدوزيام ادي الخط، ال 60 ال 60 احطها هنا ولا هنا؟ لا دايما بتتحط مع ناحية الابسيس، فاحسب بقى الانجل اللي جه من هنا كده، يبقى 180 موان 60. طيب لو جيت قلت انا عندي دلوقتي 3 على بويسانس السينوس سيتا اتجاه ا، هو امتى لما يكون في رقم بالبويسانس الاجابه بتاعته تديني ا؟ لما يكون البويسانس 0، لان 3 بويسانس 0 هي اللي ايجال ا، يبقى سينوس سيتا دي ب 0، يعني اعمل شيفت سينوس ال 0 فيطلع لي الانجل بتاعي سيتا ب 0. اول ما بيطلع لي انجل من الاكسيال بجرب كل الحاجات الاكسيال 0 90 90 90 لو انا ما اعرفش، يعني 0 90 90 90 270 و 360 هيطلع لي كمان ال 180. خلاص يبقى الانسامبل سوليوشن بتاعي 0 و 180. ممكن ال 180 دي الاقيها مكتوبه بي عادي، مفيش مشكله خالص. تمام. طيب بيقول سي سينوس سيتا ايجال اسور بي، لو انا عندي سينوس سيتا ايجال اسور بي وسيتا دي ابارتيان من الزيرو للبي سور دو، يعني في برومي كوادران، عايز راسين 1 بلس تانجنت او كاري سيتا. تعالوا خليكم معايا كده، احنا ما عندناش التانجنت عشان اصلا نعرف نجيب اي حاجة فيه، احنا عايزين دلوقتي نجيب السينوس، سينوس سيتا باسور بي. تعالوا نرسم تريانجل صغير كده، هو بيقول انه في اول كوادران، فانا ممكن عادي ارسمه في الكوادران اهو، سيتا ارسم كده، دي سيتا ودي 90 سينوس سيتا، يعني او على اش اوبوزي على ايبوتينيوز على ب. طب هو انا اعرف اجيب الكوت ده هحتاجه؟ تعالوا نشوف هنحتاجه ولا. هي ان بلس تانجنت او كاري دي تدي ايه؟ تدي سيكونت، يعني راسين سيكونت او كاري سيتا. طب مش ينفع اشيل او كاري مع الراسين؟ اه يعني تديني سيكونت سيتا، وسيكونت سيتا دي شقلبت الكوزينوس، يعني انا عايزه الكوزينوس من هنا. طب هو الكوزينوس بيساوي ايه؟ ادجاسون على ايبوتينيوز، يعني ده على ده. طب انا مش عارفه اجيب ده، ببيتاجور كنا بنقول راسين الايبوتينيوز او كاري موان الكوتي التاني او كاري، شكلها تتساب كده. اه هنعمل لها ايه؟ هي كده بي كاري، وهتلاقوها في الاجابات كده سور ا موان ا كاري سور بي، هو عايز سيكونت يبقى شقلبها بي سور راسين بي كاري موان ا كاري. لو جه قال لي عايز النمبر دو سوليسيون بتاعت كوزينوس 4 سيتا موان 4 كوزينوس او كاري سيتا بلس 4، لازم نكون اقوياء الملاحظه وناخد بالنا ان دي عامله زي الايكواسيون اللي كنا بنعملها على مود ايكواسيون مود 5 3 او مود 3 3. يعني ايه؟ طب هقول لكم على حاجه، مش دي كوزينوس سيتا خلوها اكس 4، مش دي كوزينوس او كاري سيتا خلوها اكس 2، وهنا مفيش، يبقى بلس 4 وهنا في موان 4، كل ده ايجال 0. كده نقدر ندخل على مود ايكواسيون 3 ونكتب 1 موان 4 و 4، هتطلع لنا الفالور بتاعتنا 2. كنا بنعمل بيها ايه 2 دي؟ نعمل بارانتيزين كده، مادام هي طلعت فالور واحده البارانتيزين زي بعض بالظبط، ادي 2 احنا بنخليها موان 2 والتانيه زيها موان 2. طب وقدام اشوف اول حاجه هنا دي اكس 4، يعني اقسمها 2 و 2، يعني كوزينوس او كاري وكوزينوس او كاري. تمام. طيب بما ان الدو بارانتيز زي بعض فكفايه واحد، يبقى كوزينوس او كاري سيتا هتساوي 2، يبقى انا لو عايزه كوزينوس بس يبقى كوزينوس سيتا بس ببلوس او موان راسين 2. هجرب اعمل شيفت كوزينوس راسين دي على الكالكاتريس، هتروح مدياني ايرور، هتخض واقول انا حليت غلط. لا ما حليتش غلط، هي صح تماما، لان انا لو عملت الراسين دي هتطلع 1.4، احنا لسه قايلين ان الفالور بتاعت الكوزينوس اقصى حاجه ليها 1، ف 1.4 دي ريفوزي، فيبقى الانجل هنا ايه؟ انديفين، انجل انديفيني، مفيش انجل، ومعنى ان انجل انديفيني يعني الانسامبل سوليسيون فاي، بس هو كان عايز النمبر دو سوليسيون، عدد الحلول، مفيش ولا حل يا عمو، فعدد الحلول هيكون ايه؟ زيرو. طيب هنا معايا تروا سينوس سيتا ايجال تانجنت سيتا، انا عايز اجيب النمبر دو سوليسيون برضو عدد الحلول. طيب انا مش هعرف اعمل حاجة غير تانجنت سيتا دي افكها، يعني تروا سينوس سيتا ايجال التانجنت دي سينوس سيتا على كوزينوس سيتا. في حد هيقول لي يا مدام دي تشال مع دي، هو صح لو انا بحل عادي او بعمل سمبليفيه، لكن انا هنا عايزه اجيب الفالور في الاخر، فانا محتاجاها عشان هتغير في الفالور بتاعتي، فهسيبها مش هقدر اعمل ده. طب امال اعمل ايه؟ هودي الكوزينوس هناك بالفوا، يبقى تروا سينوس سيتا فوا كوزينوس سيتا اوكي ايجال سينوس سيتا.
طب هدخل سينوس ثيتا جوه، يبقى 3 سينوس ثيتا في كوسينوس ثيتا موان سينوس ثيتا. كده بقى في سينوس ثيتا هنا وهنا، فينفع اخد سينوس ثيتا بره فاكتور؟ اه ينفع. ادي سينوس ثيتا يفضل هنا 3 كوسينوس ثيتا وموان، مفيش حاجة يعني موان اتفقنا قبل كده. كل ده ايجال ايه؟ ايجال زيرو، لان انا دخلت السينوس ثيتا جوه فبقت هنا ايجال زيرو. يبقى يا اما سينوس ثيتا ايجال زيرو، ومنها دي اجيب انه الثيتا لسه مطلعينها بزيرو، او 180 او 360، لان هو اداني من زيرو لدو بي، اداني مفتوح مجال كله. طيب او هنا دي هعمل 3 كوزينوس ثيتا موان ايجال زيرو، يعني 3 كوزينوس ثيتا اتجالا 1، يعني كوزينوس ثيتا اتجالا 1 تيار. كوزينوس ثيتا ايجال 1 تيار، لما هعملها على الكالكولاتريس هتديني اجابتين، لان الكوزينوس بوزيتيف في برومي كوادران كاتريوم كوادران، فهتديني حلين. كده عندي 1 2 3 4 5، يبقى عندي كام سوليوشن؟ 5 سوليوشن للبروبلم دي. طيب لو اداني دلوقتي ان انا معايا تريانجل زي ده، وعندي ادي ميديان، ليه ميديان؟ لانها نازله في ميديو سي بي. اللي هيفكر بفكرة الميديان هيلاقي ان الميديان دي دومي كوتي ده، فهيقول ما ينفعش ميديان تنزل وتبقى دومي كوتي غير لو كانت نازلة من انجل دروا، لو كانت ايسيو ده انجل دروا. طب انا ما جاش في دماغي ومش فاكر، دي 80 ودول قد بعض، فاقدر اجيب الانجلات اللي هنا، هتطلع دي 50 ودي 50. تمام. طيب وبعدين هجيب الناحية دي برضو نفس الكلام، هنا بقيت الكاتريفان تبقى 100 ودول زي بعض تبقى 40 و 40، يبقى 40 و 50 عرفنا ان دي 80 دي. ودلوقتي عرفنا ان دي كمان 80، وهنا قلنا هتبقى 50. طيب احنا عايزين اسي، اسي اللي هي دي، لو انا اتكلمت على تريانجل كبير عشان ده تريانجل ريكتانجل، يبقى 50 ده الاوبوزي ليها وده الايبوتينيوز، وده عندي ليه عندي؟ اه انا نسيت احط هنا كان في 5، فدي 5 ودي 5، يعني دي كلها بدي. يبقى انا لو جيت قلت دلوقتي سينوس بي هتساوي الاسي سور الديس دي اللي انا بتكلم عليه، سينوس بي هحط سينوس 50 واضرب ده في ده، يبقى انا كده جبت اسي. طيب لو عندي التريانجل اللي تحت ده، التريانجل ده هو مديني الدو كوتي دول قد بعض، يبقى اكيد في 35 هنا كمان. تمام. طيب ومادام في 35 و 35، هنقدر اجيب باقي الانجلات بس مش محتاجاهم. ادي انا في التريانجل الكبير ده كده عايزه اسي الايبوتينيوز. طب ومين اللي قدام 35 كده؟ الاوبوزي، يعني اقدر اقول سينوس 35 هتساوي الاوبوزي ليها اللي هو ابي اللي هو دو راسين 3 سور اسي. لما اكون عايزه اجيب اللي تحت ده هطلعه فوق وانزل دي تحت، فهقول اسي اتجال دو راسين 3 سور سينوس 35 وابقى جبتها. ولو عايزه بالابروشيه باخد رقمين بس بعد الفيرجول او حسب الاختيارات اللي بلاقيها قدامي. طيب هنا طالب مني الاردو تريانجل اي بي سي، مبدئيا كده ادي تريانجل ده ديامتر وده انجل اوبوزي او ديامتر او قدام نص الدايره، فهيكون 90 دجري لو فاكرين من السنه اللي فاتت. طيب مادام دي 90 دجري ودي ثيتا، وانا عندي ده الاوبوزي ليها بسيس، يبقى انا اقدر اقول ان انا عندي تانجنت ثيتا بتساوي السيس دي سور الايبوتينيوز اللي هو مين؟ اسي. تمام كده. يعني انا لو عايزه اسي بس هقول انها بتساوي سيس سور تانجنت ثيتا، بدلتهم. طب هو عايز اردو تريانجل اساسا، يعني دومي فوا باس فوا هوتور، فين الباز والهوتور؟ هما دو كوتي دو لانجل دروا، يعني دومي فوا سيس فوا ابي، مش كده؟ طيب باردون سوري، احنا هنا قلنا تانجنت ثيتا، تانجنت ثيتا اوبوزي على ادجاسان او على ا، يعني هنا دي هتبقى ابي مش اسي، فانا كده جبت ابي، فكده يبقى هي دي اللي انا هستعملها هنا، يبقى ان دومي فوا سيس فوال ابي اللي هي سيس سور تانجنت ثيتا. هحسب دول في بعض تبقى 18 سور تانجنت ثيتا، انا عملت دومي في سيس في سيس هطلع 18. طب لو انا خبيت دي كانها اعلى تانجنت، يبقى ممكن اقول انها 18 كو تانجنت ثيتا، وده اللي فعليا هلاقيه في الريفرنس. طب لو اداني تريانجل ده وعايز رابور بين ابي البي سي، وانا مش عارفه اعمل ايه، فانا مضطره ادخل الموضوع في التريانجل. يعني انا عندي تريانجل ريكتانجل اهو، مثلا لو انا اتكلمت على اول تريانجل قابلني وقلت عايز اجيب تانجنت 60، تانجنت 60 اوبوزي على ايبوتينيوز، يعني دي او على الايبوتينيوز اللي هو مين؟ او سي. تمام كده.
طيب جميل، يعني انا لو جيت جبت تانجنت 60 هتطلع براسين 3 هتساوي ال دي على ال دي سي ال او سي على او سي. تمام. طيب لو جيت جبت دلوقتي تانجنت 45، تانجنت 45 دي بتساوي او دي اوبوزي على الادجاسون، اه باردون هي دي تانجنت، انا اسفه مش عارفه ايه اللي بيحصل في التانجنت النهارده، او على اوبوزي على ادجاسون يعني او دي على دي سي، هنا دي سي، هنا تانجنت 45 هتساوي او دي على بي دي، يعني ان هتساوي او دي على بي دي، يعني معنى كده ان او دي وبي دي دول ايجال بعض عشان يدوني ان او دي ايجال بي دي. تمام، ادي معلومه ودي معلومة، خليهم معايا. هجيب اخر حاجة تانجنت 30، دي تانجنت 30 هتساوي الاوبوزي او دي على الادجاسون اللي هو الكوتي ده كله ا دي، وده كله هيديني ان سور راسين 3 تساوي او دي على ا دي. فانا لو جيت عملت، طيب لو جيت جبت بقى كل واحد من اللي هو بيتكلم عليهم دي، انا جبت الحاجات اللي هعرف اجيبها، هو عايز اي ابي اول حاجة. طيب ابي، ابي ده اللي هو ده، طب ابي ده عبارة عن مين؟ عبارة عن ادي كلها لو شلت منها بي دي، صح، فهقول عبارة عن ادي موان بي دي. طيب ادي عندي جبتها في اي حتة من الحتة دي، اه اهي ادي دي لو جبتها تبقى ادي ايجال دف ان ايجال راسين تروا او دي، يبقى انا ممكن احط مكانها راسين تروا او دي. طيب وبي دي، بي دي جبتها في اي حتة، اه اهي دي قد او دي، ايه ده دول بقوا شبه بعض، يعني راسين تروا موان ان، فهتبقى هحطها حتى كده راسين تروا موان ان او دي لغاية ما اجي اعمل رابور. طيب محتاجة بعد كده اجيب بي سي لان هو عايز رابور بين ابي وبي سي. طيب ما هي بي سي اللي هي الحتة دي هي عبارة عن دي بي لو شلت منها دي سي، صح كده، يبقى عبارة عن دي بي موان دي سي. دي بي عندي بكام؟ دي بي جبتها ب او دي فهحط او دي موان دي سي، دي سي لسه جايباها اهي، دي سي لو عملتها سي زو ده في وده هيساوي ده، فانا ممكن انزل دي واطلع دي فوق فتبقى او دي على راسين تروا، او دي على راسين تروا. او لو عايزة اعدلها عشان شكلها ما يبقاش رخم كده تبقى او دي موان ان على راسين تروا او دي، يعني انا ممكن اخد بره ال او دي دي فاكتور وهقول اتبقالي ان موان ان على راسين تروا. تمام، هو عايز رابور بين ابي و بي سي، فانا هقول له يبقى راسين تروا موان ان اللي انا جبتها من شوية دي اهي او دي سور، اعدلهم بس كده او اسيبهم كده مش هتفرق حتى، اهي خليها زي ما هي ان موان ان سور راسين تروا كده، الاو دي راحت مع الاو دي ده يتعمل على الكالكاتريس يطلع اتجال ا راسين تروا. تمام، لو جه قال لي دو سومي دانتور دو هوتور 80 سنتيمتر اون ا اوبسيرفي ان بوين ا لا سورفاس دو لا تير دونغل دابيسمون 24 دغري و 12 مينوت تروف لا ديستانس انتر لو بوين اي لا باز دو لا تور. يعني بيقول ان احنا كنا واقفين فوق تور طوله 80، ادي التور طوله 80 متر، شفنا point à la surface de la terre، شفنا نقطة تحت avec angle d'abaissement 24 degrés و 12 minutes، الانجل d'abaissement بين الخط المايل وخط السماء، يعني هنا دي 24 degrés و 12 minutes. طيب بال parallel تبقى هي هنا هو 24 degrés و 12 minutes، هو عايز مني distance دي بسيطة جدا جدا جدا، الانجل ده الاوبوزي لي وده الادجاسون، طبعا دي perpendicular، اي طور هيكون perpendicular مش مايل، فيبقى هقول تانجنت ال 24 دجري و 12 مينوت اتجال على اوبوزي 80 سور الادجاسون اللي انا مش عارفاه، هنزل ده تحت واطلع ده فوق، يعني هعمل 80 ديفيزي بار تانجنت 24 دجري و 12 مينوت، كده انا جبت الفالور بتاعه الكوتي اللي فاضل. طب لو جه قال لي اون فار دو لونجور 8 متر، فار كده اللونجور بتاعها 8 متر، في ان امبر دو لونجور 5 متر سور لا تير تروف لانجل دانكليناسيون دو ريون دو سولاي، عملت ضل على الارض، يعني اعمل ضل على الارض يعني ليها ضل كده، طوله كام؟ ال 5 متر،
طب الظل ده جه منين؟ من الشمس. فبيقول عايز الانجل دانكليناسيون دي سولاي، السولاي اكيد كانت هنا، فالانجل دانكليناسيون يعني الانجل اللي الشمس ايه مايلاه كده، اللي هو هنا ده اللي هو بيساوي الانجل هنا. طب انا عايز اجيب ده، يعني لو قلت تانجنت سيتا تساوي او على ا يعني ويت على سينك، وعملت شيفت تانجنت الانجل ده هيطلع 57 ديجري 59 مينوت و40 سكوند، ولما دي تبقى 59 او 58 معناها ان نزود دي يبقى الانجل كام 58. بيقول ان ام دو لونجور 160 سنتيمتر، وخلوا بالكم لما اداني طول الراجل هو ليه هدف منه، اداني الراجل ب 160 سنتيمتر. ديستانت دو 20 سنتيمتر دو لا باز دان اربر فيرتيكال، اداني الشجره انها طويله. La mesure de l'angle d'élévation de son sommet, chef l'angle d'élévation بتاع السومي بتاعه، والانجل d'élévation لازم يبقى المايل مع خط بالعرض، يعني الانجل ده 31 degree 48 minute. Trouve la longueur de l'arbre، عايز مني طول الشجرة. خلي بالكو هو ما ادانيش طول الراجل اعتباطا، وبعدين هو شاف من هنا، محدش يقول لي ما هو شاف من هنا تبقى الانجل d'élévation، لا الراجل عينه فوق. لو ما ادانيش طول الراجل يبقى هو اهمله، فاه خلاص اعمل من هنا، لكن هو هنا اداني طول الراجل. فمبدئيا كده دي 160 دي زيها 160، فانا جبت الحته دي، انا محتاجه اجيب الباقي. اجيبه ازاي؟ ادي تريانجل ريكتانجل، دي 20 هتبقى دي 20 زيها، عايز اجيب ده. طب ما انا لو خدت تانجنت ده او سور ا، يعني تانجنت 31 ديجري 48 مينوت اتيجال ا، اللي انا مش عارفاه اكتبه ا بي اي حاجه، هو ده سور ال 20. عشان اجيبه اعمل ده في 20 يبقى جبته، هتطلع دي بدي 7.8. ما انساش اعمل دي بلس دي عشان اجيب طول الشجره كلها. طيب لو جه قال لي انا معايا فيجور بتاعه سيكتور، هي عامله كده، وقال لي ادي ام ا بي وهنا دي وسي، وعايز ار دو لا بارتي هاشوري، هو اداني الار دي سيكتور ام ا بي اللي فوق ده بدون سنتيمتر كاري. طيب لو جينا اتكلمنا على ان احنا عايزين نجيب الار ده، احنا المفروض عندنا الار دي سيكتور ده، فالار دي سيكتور بتساوي ايه؟ انا عايزه اجيب الحاجات اللي هتفيدني عشان اعرف اجيب ده، انا عايزه اجيب ار دي سيكتور الكبير والسيكتور الصغير هم مديهوني، فلو عملتهم مع بعض هطلع الابارتي هاشوري. هو قال لي ام ا بتساوي 2 ا سي، ام ا بتساوي 2 من ا سي، يعني لو ا سي دي صغيره باكس يبقى ام ا دي هتكون 2 اكس. طيب تعالوا نجيب ار دي سيكتور الصغير ده، الار الصغننه، فهنقول ان هي دومي ار او كاري و سيتا راديان، يبقى دومي ار ريان او كاري. الريان معانا بكام بتاع السيكتور ده؟ ب 2 اكس، يبقى انا هحط 2 اكس او كاري في سيتا راديان اللي انا مش عارفاها اتجالا 12. تمام، هعمل دي فتبقى دومي فوا دي تبقى 4 اكس او كاري في سيتا راديان بتساوي 12، يعني دومي فوا 4 ب 2 اكس او كاري سيتا راديان بتساوي 12. هودي الدو بالديفيزي يبقى اكس او كاري فوا سيتا راديان هتساوي 6، 12 ديفيزي 2 بتساوي 6. تمام، دي كده الجزئيه اللي انا جبتها من الار الكبير. طيب لما اجي اجيب الار الصغير، قصدي لما اجي اجيب ار السيكتور نفسه الاصلي، فانا هقول ان دومي ار او كاري في سيتا راديان. طيب تمام، ركزوا معايا، يبقى ان دومي ار او كاري الريان دلوقتي بتاع كله بقى 3 اكس في او كاري، يبقى فوا 9 اكس او كاري في سيتا راديان. دومي فوا 9 يعني 9 سور 2 اكس او كاري سيتا راديان. تمام، طيب ده اعرف اجيبه، ما انا عندي اكس كاري في سيتا راديان ب 6، يعني ينفع اشيل دي واحط 6، يبقى 9 سور 2 فوا 6 ده كده الكبير هتطلع 27، 9 و 3 27، يبقى انا كده جبت السيكتور الكبير كله 27 والسيكتور الصغير بدوس. لو عملت 27 من دوز اديتني كنز، يبقى الحته الهاشوري دي بالكنز. طب لو معايا سيركل الار بتاعها 53.6، عايزين الار دي سيكتور اللي الانجل بتاعه 67 دجري و 30 مينوت، عايز اجيب الار دي سيكتور. طيب عشان اجيب الار دي سيكتور لازم يكون معايا الريان ومعايا الانجل، معايا الانجل الحمد لله، محتاجه الريان. طب عشان اجيب الريان هعمل ايه؟ هو الار دي سيركل ايه؟ بي ار او كاري ايجال 53.6. تمام، طيب يبقى عشان اجيبها هعمل
او انا ممكن استخدم القانون التاني اللي هو الار دي سيكتور على طول، اللي هو الانجل سيتا سور 360 فوا الار دي سيركل، صح كده؟ طب ما تيجي نجيبها بكده، الانجل هو 67 دجري 30 مينوت، بدل ما لسه احول دي راديان واحول دي واجيب الريان، ممكن استعمل القانون ده على طول سور 360 فوا الار اللي هي 53.6. طب كده جبت الار دي سيكتور. طيب لو معايا سيركل زي دي وجي رسم لي جواها تريانجل عامل كده، وقال لي هنا انه الكارد ده قد الكارد ده، دي ا سي بي، وهنا عندي انجل 36 دجري، وعايز مني اير الجزء ده والجزء ده، اير دي لا بارتي حشري. تعالوا نبص كده مع بعضنا، احنا عندنا ايه؟ احنا مبدئيا عندنا الكارد ده قد ده، يبقى اكيد الارك ده قد الارك ده، يعني معنى كده ان الجزئيه دي قد الجزئيه دي، فانا لو جبت اير السيكتور ده هبقى خلاص جبته. طيب هو ممكن حد يعمل دي لوحدها ودي لوحدها، مفيش مشكله، بس انا محتاجه اجيب الانجل اللي قدام الجزء ده. طب اجيب الانجل ده ازاي؟ عشان اجيب الانجل ده انا عندي دلوقتي في هنا ده ريون، مش ده سنتر، وريون وريون، يعني ده قد ده. طيب دي ترانسيس، يبقى هناك كمان ترانسيس، ترانسيس في ترانسيس في صندوز، يبقى لو جبت الانجل ده هيطلع 108، والانجل ده قدام ارك زي ده بالظبط، فده كمان هيطلع زيه 108، تمام؟ طيب يبقى كده معايا الانجل 108 اقدر استعملها او احولها بالراديان 108، هعملها فوا بي على 180. نفتكر القوانين، دايما بقول سيتا دجري صاحبتها 180 بتساوي سيتا راديان الرخمه مع البي الرخمه اللي مش بتحبوه، بس انا عايزه اللي بالراديان، يبقى هعمل 108 فوا بي على 180. ده الانجل كده هيطلع معانا هيطلع يعني احسبوها هتطلع بكام، وهتعوضه في القانون بتاع السيكتور اللي هو ان دومي ار او كاري في سيتا راديان، والريان هو كان مديهوني بديس على فكره، تمام؟ هنعوض فيه ونشوف ونطلع الفالور بتاعته. طيب بيقول عايز الار دو سيجمون سيركولير، سيجمون خلي بالكم، سيجمون سيركولير دونجل او سنتر 30، والريان بتساوي 2 راسين دو 3. طيب الار دي سيكتور بتاعي بيساوي ان دومي ار او كاري سيتا راديان موان سينوس سيتا. طيب تعالوا كده نفكر مع بعضين، احنا عندنا السيتا اهي هي هنا بترونت، عايزين نعملها بالراديان، فهنعمل ترونت فوا بي سور 180 هتطلع ان سيزيام بي، فهنا هحط ان سيزيام بي، والريان دو راسين دو 3، وما ننساش مادام حاجه فيها راسين او فراكسيون حطها في بارانتيز والاوكاري عليها، هحسب ده كله على الكالكولاتريس اتحسبت خلاص. طيب اللي بعديها عايز اير دو سيجمون سيركولير الكارد بتاعه 18، ركزوا معايا، والريان بتاعه 18 ان سنتيمتر بري. دي بقى لازم ارسم سيركل كده لان الكارد انا مش عارفه هيبقى فين، ادي الكارد بتاعه ب 18، طب والريان ب 18، يعني السنتر اهو دي 18، ما هي دي اكيد كمان زيها 18، ايه ده بقى تريانجل ايكويلاترال، يعني الانجل ده بقى بكام؟ ب 60. خلصت، احوله راديان 60 فوا بي سور 180، يبقى انا كده جبته، هيطلع ان تي ار بي. وبعدين هكتب القانون اللي هو لسه كاتبينه فوق، ان دومي فوا ريان او كاري يعني 18 او كاري فوا سيتا راديان اللي هي ان تي ار بي موان سينوس 60، واحسب دي كلها على الكالكاتريس هطلع الار دو سيجمون سيركولار. طيب اداني رسمه زي دي كده وقال لي انا معايا تريانجل اهو جوه السيركل دي عامل كده، وادي السنتر الانجل ده 45 دجري والكوتي ده 10، وادي السيجمون سيركولار اللي انا عايزاه. اعمل ايه هنا عشان اجيب اير دو لابارتي هاشوريه؟ محتاجين نفتكر حاجه للاسف من السنه اللي فاتت، ده انجل اسمه انجل انسكري اللي في الركنه. طب لو انا وصلت دول بقى ده اسمه انجل ايه؟ او سنتر، والانجل او سنتر بيبقى الدوبل، يعني دي 90 دجري. طب ما زلت لسه عايز اعرف الريان، هو الريان ده قد الريان ده، وده تريانجل ريكتانجل كنا عملناها مره زمان كده وقلنا ان دي اكس زي دي اكس، فينفع اقول انه اكس كاري بلس اكس كاري تديني ديس كاري، ده بيتاجور اللي قال كده، يعني دو اكس او كاري تديني 100، يعني اكس او كاري هتديني 100 سور 2 ب 50، يعني اكس ايجال راسين 50 يعني 5 راسين 2 2. كده انا جبت الريان
معايا الانجل ب 90 يعني دمي ر او كاري يعني 5 راسين دو 2 او كاري في سيتا راديان. ال 90 لما احولها بالراديان من غير ما احولها احنا عارفين ان ال 90 بي على 2 موان سينوس 90 احسب دي على الكالكاتريس وابقى كده جبت ال ار دو سيجمون سيركولير. معايا رسمه غريبه كده شويه بس ما فيش مانع نعرفها برضو. ادي سيركل ادي الديامتر بتاعها مكتوب عليه 2 متر وبعدين جه هنا عمل لي كارد وكتب لي عليه ام متر وحط لي فيه نقطه كده وراح عامل لي كده اهو وعاملها شريك جزء ده وعايز ارك الجزء ده. ايه الجزء ده؟ الجزء ده شايفين دي نص دايره اهي بره وده جزء منها. يعني انا لو جبت ار الحته دي وشلته من نص الدايره هبقى جبتها. طب تعالوا نوصل ده كده وده كده. ده ريون في السيركل الكبيره. السيركل الكبيره الديامتر 2 يعني ده ام متر وده ام متر. ايه ده؟ يعني ده تريانجل ايكويلاترال. اه دي 60 60 60 حلو. يعني انا لو اعتبرت ده سيجمون سيركولير الانجل بتاعه 60 ولو حولته راديان 60 فوا بي على 180 هتديني انتير بي. يعني اعرف اجيب منه الار دو سيجمون ده. فاجيب ازاي الار دو سيجمون؟ هعمل ان دومي فوا ريون او كاري اللي هي ان او كاري فوا سيتا راديان اللي هي انتير بي موان سينوس 60. كده انا جبت الار دو سيجمون سيركولير. طب عايزه الار دو دومي سيركل يعني بي ريون او كاري واقسمها على 2 عشان انا عايزه نص السيركل. فتبقى بي فوا الريون بكام؟ الريون بتاع السيركل الكبيره دي هي الديامتر ب 1 يبقى الريون بدومي. خلي بالكو دومي او كاري عشان ممكن حد يحطه 1 فيلخبط الدنيا. سور 2 هحسب ده بكام وده بكام اعملهم من بعض يبقى انا جبت ار الجزئيه اللي ناقصه. انا عارفه انها مساله رخمه شويه بس ادينا يعني خدنا فكرتها. برضه معانا اكزاجون ريجولييه الار بتاعه 54 راسين 3 54 راسين 3 عايزين الكوتي بتاعه بيساوي كام. هو ايه قانون الار دي بوليجون؟ خلينا نفتكر كده ان سور 4 فوا اكس كاري فوا كوتانجنت بي سور ان. هيكون مكتوب عندنا مفيش مشكله انا عارفه انه شكله يخض. ان ده عدد الكوتي اكزاجون فيها اكس يعني عنده سي سي يبقى سي سور 4. اكس ده طول الكوتي انا مش عارفاه هو ده اللي انا هدور عليه فوا كوتانجنت بي سور 6 كل ده اتجال ا 54 راسين 3. هحسب الكلام ده فوا ده وهشوف يطلع كام. هيطلع لي بالظبط 3 راسين دو 3 سور 2 في اكس كاري اهي زي ما هي ايجال 54 راسين دو 3. هودي ده كله هناك بالديفيزي فتطلع الاكس كاري اتجال ا 36 والاكس اتجال ا 6. انا مشيها ايتاب في الورق ممكن تمشوا معايا بس هي زي ما انا قلت بالظبط دول فوا بعض. هتجيبوا دي الاول تانجنت وتشقلبوها وبعدين تعملوها فوا ده وبعدين تودوها هناك بالديفيزي. انا مش عايزه اطول عليكم في وقت الفيديو اكتر من كده عشان مش عايزاه يعدي الساعه ان شاء الله واخلص الكام بروبلم اللي فاضلين. طيب معانا بعد كده لوزانج الكوتي بتاعه ال لوزانج الكوتي بتاعه ال والانجل بتاعه انجل منهم سيتا وعايزين الار. ادي اللوزانج بتاعنا. اللوزانج بتاعنا ا ب سي دي. اللوزانج كله كوتيهاته قد بعض وبيقول لي عندي انجل منهم بالسيتا تمام. طيب هو انا لو عايز اجيب ار دي لوزانج اجيبه ازاي؟ ما هو التريانجل ده لو انا جبت الار بتاعه هيبقى زي ده فممكن اعمل دو فوا ار التريانجل دو فوا ار دي تريانجل. طب وار دي تريانجل بس فهتور سور دو ما عنديش. طيب بال بال بالبوانات ممكن اجيبها عن طريق الديترمينون ما عنديش. اللي عندي هنا انا عندي ممكن استعمل الاثنين كوتيه لان هو قال لي الكوتيه بال وعندي الانجل. اه ما هو ده موجود دومي فوا الكوتيه ده فوا الكوتيه ده ال فوا ال فوا سينوس الانجل كومبري اللي هو سينوس ايه سيتا وهعمل فوا دو عشان هما اتنين تريانجل. الدومي راحت مع الدو او احسبها بالكالكاتريس ال في ال تبقى ال وكاري سينوس سيتا وده اللي هلاقيه في الاختيارات. فاهم كده؟ نيميرو 43 معاكوا دي الغوها مش عليكوا هنلغيها من الفيش بتاعنا. وبكده نبقى خلصنا مراجعه التريجو. اتمنى نكون فهمنا. ربنا معاكم ومرسي ليكم خالص. باي باي.